أحسن الله إليكم. يقول: توفي رجل ولم يكن له أحد من أهله إلا أخ له من الرضاعة، فهل يرثه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الأخ من الرضاعة لا يرث، ويكون ورثه لقرابته من النسب، سواء كانوا من عصبته أو كانوا من ذوي أرحامه. أما الأخ من الرضاعة فإنه لا يرث، لأن الرضاعة لا يثبت بها الإرث، وإنما تثبت بها المحرمية فقط. نعم.